انضم الينا في هذا الحوار الدكتور محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى في عام 2012. دكتور محمد مرحبا بك. اهلا بك فندم. نعم دكتور محمد، في الاجتماع الوزاري الذي تراسه الامير محمد او الامير الملك سلمان عقب كلمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي كانت اليوم، عرض رسالة جاءته عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري على هذا الاجتماع وفندها. ما دلالة توقيت الرسالة التي نقلها سامح شكري من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الملك سلمان، وفي أي سياق قرأتها؟ أعتقد أنه يعني التعود المصري السعودي في يعني اعتقد ان هو شيء مفهوم وشيء طبيعي وشيء متوقع، بالتالي التنسيق في مثل هذه الامور وخاصه في مثل هذه الحوادث او تبعات هذه الحوادث اعتقد انه شيء ايضا متوقع. وده بالمناسبه يعني بغض النظر عن الجريمه وربنا يرحم بصيره جمال خاشقجي ويصبر اهله، لكن في كل الاحوال علينا ان نميز تماما بين الجريمه وبين القتله وبين دوله كبيره ومهمه وهي المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي الحفاظ على مصالح المملكه، الحفاظ على مصالح شعب المملكه، اعتقد انه شيء لابد منه، واعتقد انه في هذا الاطار جت الرساله، يعني انا افهم الرساله في هذا الاطار، وده دور طبيعي لمصر ايا كان حاكمها وايا كان مستوى تأييد او المعارضه مني او من غيري لهذا الرئيس او هذا الحاكم. نعم، طيب. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المح في كلمته امام البرلمان التركي في انقره الى مشاركه دول اخرى في هذه الجريمه. طبعا جاء ذلك بعد تسريبات بتوجه طائرتين إحداهما إلى مصر والأخرى إلى الإمارات العربية المتحدة. برأيك بناء على هذا الكلام، هل مصر متورطة في قتل جمال؟ ظني أن العملية السعودية كاملة مكملة، وأعتقد أن مصر بعيدة. يعني شوف هرجع بالتالي، مهما اختلفنا مع القيادة السياسية، مهما اختلفنا مع الحكومة، مهما اختلفنا مع قمع الحريات اللي حصل دلوقتي وانتهاك الدستور، لكن في النهاية تبقى مصر لها ثوابت. اعتقد نعم. انه مصر لا يمكن ان تتورط في مثل هذه الجريمه المشينه والمخله والمخزيه، واعتقد انه يعني كما قال البيان السعودي نعم. الاول انه كل المتهمين سعوديين وعلينا ان احنا نتمسك بهذا القول. طيب برايك الى ما يرمي الرئيس التركي من خلال قولي ان هناك دول اخرى مشاركه في هذا الامر؟ شوف يعني الرئيس رجب طيب اردوغان اعتقد انه رجل يعني سياسي بارع، ربما يعني يكون يعني يتلاعب بالكلمات او يلقي العصا وثم يعطي الجزره او يلقي بالجزره ويمسك بالعصا، ربما يكون هذا الكلام من قبيل يعني جلسه النبض. واعتقد انه اداره تركيا الفتره الماضيه لازمه مقتل الصحفي المحترم جمال خاشقجي رحمه الله عليه، اعتقد ان هي كانت في هذا الاطار اجبرت القاتل على الاعتراف بجريمه القتل دون يعني كان من الممكن السعوديه ما تقولش يعني تستمر على موقفها القديم. اعتقد ان دي السياسه اللي لعبتها الدوله التركيه، واعتقد انها نجحت فيها. اي كلام خارج هذا الاطار انا يعني لا اتمنى ان اصدقه ولا اتمنى ان يكون حدث. وزي ما قلنا لحضرتك، ثقتي في اجهزتنا بغض النظر عن مستوى التأييد والمعارضه، اعتقد اجهزتنا لا يمكن ان تتورط في مثل هذا العمل الساذج الذي وقع. شكرا جزيلا لك دكتور محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى السابق في 2012.